من جانبه أشاد زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون ببداية عهد جديد للسلام، وذلك قبل القمة التاريخية التي جمعته مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن. وعلى سجل الزوار داخل بيت السلام في قرية بام أون غوم الحدودية بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، كتب كيم عبارة: تاريخ جديد يبدأ الآن.